طيب لو قلنا كده الفكرة جت امتى وازاي؟ فكرة المعرض ولا فكرة الكتبجية نفسها؟ لا ناخد فكرة المعرض الأول. تمام. والله معرض أيام الحصر، احنا دينا الغمري اللي هي الأونر وهي وابنها كانوا طبعا في وقت الحظر كلنا كنا بقى عندنا وقت أكتر، فابتدوا يتعلموا حاجات يدوية، فابتدوا يعملوا مكاميه، فابتدوا يعملوا حاجات زي كده. لحد شوية بشوية طبعا الوقت كله كان كل الناس مزنوقة وابتدت يعني مش عايز أقول تفقد الأمل، بس ابتدت تتضايق من القعدة. ف اكتشفوا ان الناس كتير حواليهم بيعملوا نفس الشيء، ان هم بيعملوا حاجات بايديهم او بيشتغلوا عدد ساعات اقل، فمعظم عادتهم في البيت. فالفكره جت من هنا، فهي قالت احنا نخلي الناس ندي لهم دافع للشغل اليدوي ده، ونبدا ان احنا نقول لهم يا جماعه كملوا شغل في الحاجات دي، واحنا اول ما الحظر يتفك شويه نقدر نعمل معرض يعرض الاعمال دي، وتبقى برضو جزء من الناس دي ممكن يخش لها دخل بسيط، لان في ناس طبعا تأثرت بسبب الكورونا والحظر. فجت الفكره من هنا، لقينا في تجاوب كبير جدا. اول ما اعلنا قلنا احنا ما كانش عندنا ميعاد محدد لمعرض ايام الحظر في الاول، لان احنا طبعا كنا بنتبع السياسات العامه، فقلنا للناس احنا بنوعد ان احنا هنعمل كذا خليكم جاهزين، وحاولنا نحفزهم ان انتوا كملوا شغل. وكنا بنتواصل مع ناس كتير عن طريق السوشيال ميديا او التليفون، ومش متخيل قد ايه الناس تجاوبت.